اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله إن الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء الله عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ماء بلديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا
أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال: قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مهموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.